الاساينمنت اوبريتور هي واحده من اهم الحاجات اللي انت لازم تاخد بالك منها وانت بتتعامل مع البايثون. والاساينمنت اوبريتور هي اللي بستخدمها علشان اساين فاليو معينه في فاريبل معين، يعني بحط القيمه 3 في الفاريبل 5 او القيمه 9.3 في الفاريبل واي. لكن الحقيقه في بعض التريكس اللي لازم تاخد بالك منها وانت بتتعامل مع البايثون، اللي هي ايه؟ اللي هي ان انت ممكن تاساين مالتيبل فاليوز تو مالتيبل فاريبلز، يعني اكتر من قيمه تحطها في اكتر من فاريبل في نفس الاستيتمنت. يعني سبيل المثال ان الاي والبي هتحط فيهم القيمه 100 و200، فايه اللي هيحصل؟ ال100 هتتحط في الاي وال200 هتتحط في البي، يعني بنفس الترتيب كده. اول عنصر هنا على يمين الاساينمنت هيتحط في اول عنصر على شمال الاساينمنت، تاني عنصر على يمين الاساينمنت هيتحط في تاني عنصر على شمال الاساينمنت وهكذا. وخلي بالك مش لازم الداتا تايبس تكون نفسها، يعني ممكن احط هنا فلوت وسترينج وهنا تتحط في فاريبلز عادي، مفيش مشكلة. ودي الحالة الاولى اللي هو عدد الفاريبلز بيساوي عدد الفاليوز. انما لو عدد الـ variables ما سواش عدد الـ values، الحقيقة هنا ممكن يحصل مشكلة. ايه بقى؟ لو انا مثلا قلت a و b بتساوي 1 و2 و3، ده هيديك error. ليه يا عم؟ لان في mismatch هنا، في هنا 3 values انت حاطط عايز تحطهم في 2 variables، هحطهم لك ازاي؟ فهنا بيحصل مشكلة وبيدي error. الا اذا انت حطيت star على واحد من الـ variables دول. يا نهار ابيض، ايه الستار دي اللي هتعمل لنا المعجزه دي؟ الستار دي معناها بيقول ان مثلا الاي هتحط فيها اول قيمه، الستار دي معناها ان باقي القيم هتحطها في الفاريبل اللي اسمه بي على شكل ليست. فدي كده معناها ان الاي هتساوي 1 والبي هتاخد بقيه القيم هتتحط في شكل ليست اللي هي الاتنين والتلاته. اما لو انت عكست وحطيت الستار على الاي، فمعناها ان البي هتاخد اخر قيمة اللي هي 3، انما الاي هتساوي باقي العناصر على شكل ليست 1 و2، والبي هتبقى ب3. ده كده لو انت هتأساين اكتر من فاليو في اكتر من فاليبل في نفس السطر. وعندنا حالة خاصة اللي هو لو كان على شمال للأساينمنت فاريبل واحد وكان في اكتر من فاليو على يمين الأساينمنت، فالحقيقة هيحطهم عادي وما عندوش مشكلة، بس هيتعامل معهم على انهم طبل. فدي حالة خاصة لو في mismatch ما بين ال number of variables وال number of values. اخر حاجة بقى اللي هي ممكن اساين نفس الفاليو لاكتر من فاريبل. يعني مثلا عايز احط فاريبل a و b قيمتهم ب5، فانا كنت بالاول بكتبها a بتساوي 5 و b بتساوي 5. الحقيقة انا اقدر اعملها في امر واحد اللي هو a بتساوي b بتساوي 5، ودي كده بتكافئ ال a بتساوي 5 وال b بتساوي 5، ويبقى عندي 2 variables في الميموري a و b كل واحد بيساوي القيمة 5. انما خلي بالك دي في ال data types اللي هي الشكل ال int وال float وال string. اما لو انت بتتكلم عن list او dictionary او كده، فلا ال a وال b هيبقوا نفس الحاجة في الميموري. يعني هيبقى عندي لستة في الميموري فيها 1 و3، لكن عندي تو بوينتر مختلفين، واحد اسمه A بيشاور عليها وواحد اسمه B بيشاور عليها. ف A و B هنا بيشاوروا على نفس الداتا، لكن هنا دي داتا مختلفة عن دي. أتمنى الدرس يكون سهل، وشكرا ليكم. السلام عليكم ورحمة الله.